مشاع او المعروف عند كل عند كل الناس والسيدات ان اي سيده بيجي لها دوره شهريه منتظمه هذه السيده ممكن يحصل لها حمل طول ما الدوره بتيجي اذا في فرصه حدوث الحمل. لكن لازم نفهم كويس قوي 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 ان فرص حدوث الحمل بتقل مع تقدم السن. يعني لما تيجي تتكلم انا واحده ست سنها 47 سنه وبتجي لها دوره شهريه منتظمه، هل هي عندها فرصه حدوث الحمل الطبيعي عندها قد ايه؟ فرصه حدوث الحمل الطبيعي عندها اقل من 1 في الألف في الشهر. نسبة ضعيفة للغاية عشان هذه السيدة مخزون البطن قليل قوي وجودة البطن قليلة جدا ونسبة شهوات الأجنة عندها بتبقى عالية جدا. لما أتكلم عن ست سنها 22 23 سنة دي عندها مخزون بويضات جيد، فرص حدوث الحمل الطبيعي عندها حوالي 15% في الشهر. إذا مخزون البويضات عندها بيلعب دعم مهم جدا. طب هل كل السيدات عندهم نفس مخزون البويضات؟ السيد وهي أثناء فترة الحمل في الشهر الخامس من الحمل ربنا بيديها مخزون البويضات ده. وفي نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عليها هنا، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدي مخزون البويضات للسيدات وهم في الأرحام لسه. واللي ربنا سبحانه وتعالى يديه احنا ما نعرفش يديه، هو ربنا علمنا ان احنا نشتغل بيه. وبالتالي عشان ما فيش حد يجي يقول ان احنا ايه ما ندي ادويه تزود مخزون البويضات، لان في كلام كتير النهارده اعشاب وغير الاعشاب في ادويه ومشابه عشان تزود مخزون البويضات، ما فيش حاجه بتزود مخزون البويضات. في بعض الادويه اللي يقال انها ممكن تحسن جوده البويضات الموجوده داخل المبيض، لكن جوده البويضات مربوطه بحاجتين مهمين جدا، مع تقدم السن ومخزون البويضات. مخزون البويضات لما يقل الجوده بتقل، مع تقدم السن المخزون بيقل والجوده كمان بتقل. اذا الحل الوحيد للناس اللي زي دول زي ما قلنا قبل كده، لو البنت صغيره في السن بدات الدوره الشهريه تضطرب او تتاخر، اول اختبار نعمله لها هو اختبار مخزون البويضات. لو مخزون البويضات بتاعنا كويس يبقى نطمن ما عنديش مشكله خالص في اي حاجه خالص. لو مخزون البويضات بتاعي قليل يبقى لازم نبدا نعرض عروض او حلول. واحد، ان احنا ممكن ناخد المبيض بحاله منها نخزنه بره بحيث ازرعه لها لما تتجوز، بدل ما المخزون ده يخلص جواه، لا انا هاخد المبيض كله اعمل له فريزنج اجمده. الحل الثاني ان انا اديها منشطات للتبويض واخد البويضات اشيلها لها.